عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مرة تانية في قناتكم أوتوتيك، وأتمنى إنكم تكونوا بخير. النهاردة هتكلم عن عربية من شركة شيفروليه، هي أقوى عربية شركة شيفروليه صنعتها. هي عربية مش محتاج إن أنا أتكلم عليها كتير، لأن هي عربية ثابتة وجودها جدا 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 في سوق السيارات اللوكسري السبورت. جاهزين نشوفوا العربية؟ يلا بينا. النهارده هنتكلم على الشيفروليه كورفيت سي 8 الجديده، بس قبل ما نتكلم على الشيفروليه كورفيت سي 8 الجديده بالتفصيل، تعال نتكلم على اول عربيه كورفيت شيفروليه صنعتها. اول عربيه شيفروليه صنعتها كورفيت كانت عام 1982، كانت الشكل دوت حقق نجاح جامد جدا جدا جدا، واتشهرت شركه شيفروليه بالموديل بتاع الكورفيت دوت، وحقق مبيعات عاليه جدا. الشكل ده لحد دلوقتي هو مطلوب في السوق، وناس كتير بيبقوا نفسهم يبقوا معاها العربيه دي، بس للاسف سعرها غالي جدا وقليله جدا في السوق، مش موجود منها كتير، لان اغلب الناس اللي معاها العربيه دي ما بيفكروش يبيعوها، لان هي عربيه قويه كبرفورمانس وككل حاجه، وعربيه خامتها اللي اتصنعت بيها العربيه مش هتلاقيها دلوقتي موجوده في اي عربيه تانية بتتصنع دلوقتي. بالنسبه للعربيه دي كانت نازله بموتور 5400 سي سي بيخرج 350 هورس باور، متخيلين عربيه عن 1982 بالبرفورمانس العالي ده؟ كان حاجه جامده جدا من شركه شيفروليه. قبل ما نتكلم في البرفورمانس بقى بتاع الشيفروليه كورفيت سي 8 الجديده ونقارنها، هل في فرق بين عام 1982 وعام 2020؟ في فرق كبير في البرفورمانس بتاع العربيه ولا لا؟ جايين نشوفوا الفيديو دوت، يلا بينا. التفاصيل في العربيه قويه جدا، يخلوك لما تشوف العربيه تكون عايز تركز في كل جزء في العربيه تركيز جامد جدا. بس انا بالنسبه لي بصراحه شيفروليه كورفيت معروفه بالنسبه لي بالكبوت الطويل، كنت اكتر موديل بحبه اللي هو عام 2010، كان الشكل ده اكتر موديل بحبه، لان كان شكلها كورفيت شكلها مميزه، كبوت الطويل من ساعه ما بدات عام 1982 لحد الموديل دوت، كانت الكبوت بتاعها طويل وشكلها مميزه ومعروفه الكورفيت ان هي كبوتها طويل. لكن في الموديل ده عملوها زي الفراري شويه، الكبوت قصير بس عريض، العربيه اعرض بس الكبوت اقصر ومربعه نفس شكل الفراري كده، قريبه من الديزاين بتاع الفراري في الشكل الامامي بتاع العربيه. بس انا بالنسبه لي يعني عام 2010 كانت بميزها يعني، بس دي طبعا شكلها سي 8 طبعا شكلها قوي جدا وشكلها حلو جدا، والتفاصيل والانسيابيه اللي في العربيه قوي جدا يعني ما فيهاش اي غلطه بصراحه. بالنسبه للسي 8 الجديده نازله بموتور متصنع من الومنيوم بس ما فيهوش اي جزء حديد، الومنيوم بس طبعا عشان يساعد على الاكسلريشن بتاع العربيه، وزن الموتور ما يبقاش عالي جدا، وزن الموتور يبقى خفيف ويساعد، ونقل الحراره ما تكونش الحراره بتاعت العربيه بتتنقل لخارج العربيه بطريقه ملحوظه، فعشان كده مصنعين من الومنيوم كل الموتور، فحاجه كويسه جدا ومميزه جدا في الكورفيت سي 8 ان الموتور متصنع من الومنيوم. بالنسبه للجنوط اللي في العربيه نازله بجنوط اماميه 18، جنوط خلفيه 19، حلوه يعني مش صغيره ولا كبيره، يعني مش هنقول كبيره قوي ولا صغيره قوي، يعني حلوه ومناسبه لشكل العربيه يعني وحجم العربيه مناسب. بالنسبه للبرفورمانس العربيه نازله بموتور، طبعا فاكرين البرفورمانس بتاع اول كورفيت عام 1982، السي 8 بقى نازله بموتور 6200 سي سي تربو في 8 بيخرج 495 هورس باور، بتوصل من الصفر للمية في 3.7 ثواني. طبعا احنا لو قارناها يعني في خلال 30 سنة، يعني كانت السي سي الاولانية كانت السي سي بتاعها 5500 سي سي وديت 6200 سي سي، يعني مفيش فرق كبير جدا في خلال 30 سنة، مفيش تقدم جامد في قوة الموتور.
بالنسبه للهورس باور بتاع الاولانيه اللي هي عام 1982 كانت الهورس باور 350 وديت الهورس باور 495 هورس باور، فما فيش فرق كبير جدا في البرفورمانس بتاع الموتور. طبعا هم لان هم بيركزوا في دقه قوه الموتور وبيركزوا في كل حاجه في الموتور، فممكن طبعا يعني حاجه يكونوا بيميزوها في العربيه ما تسمحش ان يخلوهم يعملوا حاجه تخلي الاكسلريشن بتاع العربيه اعلى شويه، ممكن ده احتمال. بالنسبه للعربيه توصل من 0% في 3.7، يعني احنا زمان كنا نسمع الارقام ديت نقول اوه جامده جدا، لا دي العربيه دي ملهاش حل، بس دلوقتي طبعا في عربيات كتير جدا بقت في 2.8 2.6 3 ثواني، ف 3.7 ثواني في عربيه كورفيت، العربيه ديت اكسلريشن بتاعها من زمان وهي معروفه ان هي مميزه، فالمفروض لحد دلوقتي تكون مميزه. فاكسلريشن مقارنه بالعربيات الموجوده في السوق، لا في عربيات كتير جدا اكسلريشن اعلى بكتير منها، ده عن رايي يعني. وبالنسبه للسقف ان هم عاملينه يتشال بالايد، يعني عربيه موديل 2020 السقف لسه هنزل وعايزها تبقى كابولي اشيل السقف واحطه في الشنطه، حاجه وحشه جدا. هم بيقولوا ان في فئه اللي فيها اعلى فئه نازله اوتوماتيك، السقف بينزل اوتوماتيك، بس طبعا المفروض كنتوا تنزلوا كل الفئات اوتوماتيك، يعني لان مفيش عربيه دلوقتي تشيل السقف بايديك، لا يعني هو السقف بينزل اوتوماتيك يا اما ما بينزلش خالص يفضل السقف زي ما هو بس. فدي حاجه طبعا من حاجات، بس هي عربيه قويه جدا طبعا، وكورفت هي ليها ناسها، يعني كورفت مش محتاجه ان حد يسوق ليها، هي كورفت ليها ناسها وليها ناسها اللي بيحبوا العربيه الكورفت بيميزوها عن اي عربيه تانية بالخامات القويه اللي فيها. بس ده كله عن كورفت سي 8 الجديده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو وكنت قلت لكم معلومه جديده عن كورفت سي 8 الجديده ما كنتوش عارفينها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس، واهم حاجه فعلوا الجرس عشان تتفرجوا اي فيديو جديد برفعه، واشوفكم حلقه جديده. مع السلامه.